بسم الله الرحمن الرحيم قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير المالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقصد النحوي بها محوية tu aqsa bi lafdhim munjazi wa tabsutul badla bi wa'dhim munjazi wa taqtadiri ghairi sukhti fa iqatan alfi yatabni muti wa huwa bi sakin tafdila mustawjibun thana iyal jamila wallahu ya دي به لي وله في درجة الآخرة كلامنا لفظ مفيد كالسكيم واسم وفئن ثم حرف الكلم وهذه كلمات كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤام بالجر والتنوين والندا وال ومسند للإسم تمييز حصل بتفعلت وآتت ويفعل ونوني أقبلن فعل يَنْجَلِي وَهُمَ الحرف كهل وفي ولم فعل مضارئ يلي لم كيشم وما الأفعال بالتمز وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهيم والأمر إن لم يكن للنون مَحَلْ فيه هو اسم الناه والاسم منه مراب وَمَبَنِي لِسَبَهِمْ من الهور في مذني Kasyabahil wada'i fismai jiktana wal ma'nawi fi mata wa fi huna Wa batin anil fi'li bila ta'athuri wa kafti korin usila Wa asma asma'i makot salima min sabahil harfi ka ardi wa suma amri wa